متابعي قناة أسيس ويد منى، كنرحب بكم معايا في فيديو جديد وكنتمنى دائما تكونوا كاملين بخير وعلى خير. جينا اليوم للمحل ديال لو بافيون تور باش ندير لكم الجولة الأسبوعية ونتعرفوا على الجديد اللي كيتسناكم. اللي زوين أن الأسبيراتور اللي كنتو بزاف كتسناوها وأخيرا جات، وماشي أي أسبيراتور، فيها بزاف ديال المميزات غنتعرفوا عليهم في هاد لا فيديو. غتكون معنا ديمونستراسيون مع الأخت سهام، وأيضا غيكون فيها ثمن جد 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 مناسب. أي حاجة عجباتكم ياكي فقط أنكم ديروا كابتور ديكخون وترسلوها إما لرقم استقبال الطلبات أو لا تكوموندوها مباشرة من لو سيت. يعني الناس اللي بغاو هاد لاسبيراتور يسارعوا لأنها دغيا كتسال. غيكون معنا أيضا الجديد وهميزات ما تغطيوهمش. ما تنساوناش فقط غير من لي جيم ومن البارطاج، ومدعوا على بركة الله. وأول حاجة غنبداو بها لا فيديو ديالنا هي لا ديمونستراسيون ديال لاسبيراتور، وبيان سور غتكون معنا اختي سهام هي اللي غدير لكم هاد لا ديمونستراسيون. اختي سهام لاباس عليك؟ اهلا اختي منى، كي دايره؟ بخير لاباس عليك؟ امور هانيه، ربي برد شويه. كلنا شي مروح شي الحساسيه، المهم حنا في الهواء سوا. كلشي بخير، صحيحه لاباس؟ الله يكبر بك اختي سهام. مرحبا بكم، مرحبا بالمتتبعات ديالنا. الله يحفظك، بارك الله فيك. واخا شحال هادي غبرنا عليكم، ما جينا تجبنا معنا جديد والبرومو. تبارك الله عليك. المهم ان شاء الله يكون فيديو فيه الهميزات، فيه داك الشيء اللي طلبتونا عليه. كيف ما سبق وذكرت غنبدا لكم بلاسبيراتور اللي هي الستار ديال هاد لا فيديو هادي، لانها جات فيها الحمد لله كميه، غيكون فيها ثمن مناسب، وهادي قلتيها فيها بزاف ديال لي زاكسيسوار. فيها بزاف ديال لي زاكسيسوار. قبل ما نوريكم لي زاكسيسوار ديالها غندير لكم بدا لا ديمونستراسيون كيفاش كتخدم. هنا كيف ما كيبان لكم فرشنا واحد لوطاب اللي حتى هو راه ديسبونيبل عندهم هنايا في المحل، درنا فيه شويه ديال الفرشي، وايضا اختي سهام دارت لكم الفرشي حتى في الارض باش تشوفوا لاسبيراتور كيفاش كتجر. نبداو اختي سهام؟ نبداو. فوالا، فهمتي؟ حيت الفرشي هو اللي كيبين لك، فوالا ماشي بحال الغبره. تماما، فهمتي؟ الفرشي غيبين لك بان باش تعرفي لاسبيراتور بان راه واش كتجر. تبارك الله عليك. هادشي علاش اللي عجبني اول حاجه بدا قبل ما نبداو انها خفيفه، الخفه خفيفه، انها خفيفه. هانتوما شوفوا الموتور ديالها كيفاش كيجي داير. هانتوما فوالا، واللي زوين كيف ما قالت لي اختي سهام ان هذه جات هاد المره فيها دو فيلتر، جوج ديال لي فيلتر. وان شاء الله شي كلشي غنهضروا عليه من بعد لا ديمونستراسيون. نبداو على بركه الله. باش تسمعوني حتى الصوت انا غنقرب ليكم. شوفوا تبارك الله كتجر، فريمون كتجر. كتجر الفرشي، كتجر الفرشي، كتجر الفرشي، كتجر الفرشي، كتجر الفرشي، كتجر فوالا. ما كرهتش جلسه في الارض، باش يشوفوا الناس بغاو يديروها في الارض. ها انتوما فريمون كتجمع كلشي. حيت هذا كيدور ياك، هذا كيدور هذا. شوف الله عليك، انت نجمعو تا هادو اللي هنايا واخا الفرشي كيلصق. حيت الخيط صير تبارك الله عليك. فوالا رجعو تاني فوق الطابي، جمعو هادو. عرفتي فريمون كتجر كتجر، عرفتي علاش كتلصق دابا؟ حيت مخرجين ليها الشطيطيبه، ربي لها ديك الشطيطيبه حتى يديها. فوالا فوالا، شوف دابا كتجي زعما خفيفه اكثر، كتجمع هادشي هذا بالماء كتخرجو، كتجمع الحمله، كتجمع ديك الغبره. تبارك الله عليك، كتخرجو كلشي عادي. هانتوما هي ما خلات حتى شي حاجه هنا كيف ما كيبان لكم، ما خلات حتى شي حاجه هنا في الارض. شوف غنوريكم غير هنايا فين كيتجمع داك الشيء. تبارك الله عليك، صافي نوقفوا اختي سهام. فوالا، خصكم غير تعرفوا ان الفرشي حنا ما لقيناش شي حاجه اخرى نديروا لكم فيها، لقينا الفرشي اصلا تيلصق، حيت بعض المرات كنشوفو انا كيلصق هنايا، راه نورمالمون ما كانش حاجه اخرى غير الفرشي دغيا غادي يتجمع. الفرشي اللي شطبتيه بالشطابه عاديه ما كيتحيدش. تماما، فهمتي؟ ماشي بحال اسبيراتور، لاسبيراتور دغيا كتاسبيري. هانتوما راه شفتو معايا النتيجه هنايا، درتها لكم فوق الطابي ودرتها لكم هنا في الارض. وقبيله فاش كنت كنقول لكم هنايا، واخا توري ما اختي سهام
هاد البلاصه هاد الرويس بحال هكا ها نتوما يعني هكا مثلا تقدروا ديروها في الارض وملي كتكون عندهم الزربيه سورتو اللي فيها الشعر حيت هذه غازي اللي فيها الشعر كديروا هاد الشطيطه عاودي وريها لهم كتخرج فوالا شفتوا هكا ساهله ماهله تبارك الله عليك. بالنسبه للواط شحال من واط يقدروا يسولوني فيها 600 واط 600 واط الكابل ديالها تقريبا يكون في شي 4 متر بحال هكا 4 متر ها نتوما شوفوا كيفاش كتجي دايره الموتور صغير ملي كتبغيو تخويوها وديك الغبره ديال كما قلنا ديال الطابي دابا الطابيره نقيه جديده تماما هذيك الغبره وديك الخميره كتكون فيها هي كتاسبيها كتمصها تبارك الله عليك. هذاك الشيء كيتجمعنا ملي كتكملوا كتحلوها من هنايا انا غنوريكم ها نتوما كتحلوها من هنا فوالا ها نتوما صافي وكتسوسوا هذا الشيء الفلتر ديالها وديك الفلتر ديالها راه دايرين معاها جوج جوج ديال اللي فيه ها نتوما كاين هذا وكيعطوك مع واحد وهذا فابور غراتوي نورمالمون هذوك الاولين راه ما فيهمش هذا الفلتر كاين غير واحد فوالا ولحد الساعه ما احتاجيناش اننا نبدلوه لا باقي كيبقى هذا كيبقى لك غير سكر بحال هكا وكاو. بالنسبه للاكسسوار اللي كيجيو معاها كيف ما كيبان لكم ها نتوما هاد الشطيطيبه هادي قلنا فلتر اخر كيجي معاه ثاني هادي ديال القنات اللي كتجر القنات هذا ديال القنات ديال الكوليس ديال الطوموبيل تقدري ديريها حتى هنا بحال دابا مثلا بغيتي تاسبيري بها مثلا هذا الشيء فوطويات الطوموبيل مثلا ولا اي حاجه لا الطوموبيل خاصها الضوء ما عندهاش كيفاش تدير ليها لا طارات فوالا تبارك الله عليك فوالا عاد عندنا فيها هذه شنو هي ديال اش هذه اختي سيام هذيك هذه العلاقه باش كتعلقيها فاش الناس اللي بغاو بالنسبه لما عندكش سباس فين ديريها كتقدر مربع مثلا في الكوزينه عند الفيسات ديالها كتقبلها بالشنيه وكتعلقيها تبارك الله عليك فوالا كتفصليها كتحليها وكديرها في شي تيغواغ وكتخليها ملي كتبغي تستعملها هكا دايره انا دايرها في مجير كتفصلها انتما حيت فيها هذه وهذه وهاد لي زاكسيسوار هادو عاد الموتور وعاد كتجي فيها هاد الشطيطيبه هادي شوفوا معايا ياك حتى هي كانت هذيك الشطيطيبه حتى هي كتجي فيها هذيك هي مثلا الجناب ديال الكوليز فوالا فوالا اللي بعدو هذوك الجنيبه ديال السديد راس مثلا اي حاجه كما تي بحال كان لي بلاكا مثلا لي بلاكا كتبغي تحيديهم ديال الحوايج اولا ديال المبالغ شفتي هي كدير كتفلي طويي بها تبارك الله عليك. دابا شحال فيها تقريبا من اكسسوار ها نتوما فيها هادي واحد جوج ثلاثه اربعه عاد هاد الشطيطيبه ديالها فوالا دابا غادي نجيو اختي سهام لو بري غنجيو لو بخي ديالها بشحال غادي تبقى قلتي لي هادي نوفيل اغيفاج وغادي تكون بواحد الثمن اللي هو مناسب اه الصراحه ثمن مناسب الناس اللي غيسولوني هنايا هذا بلاستيك انا عاود نقولها بلاستيك هذا بلاستيك بلاستيك فوالا داك البلاستيك القاصح غير باش السيدات اللي غيسولوني حتى عارفه يقولوا لي واش الومنيوم واش عارف كيفاش يخدم بها راه كتاخذي حاجه ماركه والثمن وما كتصدقش فوالا كتاخذي غير حاجه رخيصه شتي انا كنفضل هادي على هذيك اللي ما فيهاش على هذيك اللي ما فيهاش الخيط اللي ما فيهاش الخيط علاش حيت ديك اللي ما فيهاش الخيط مع الوقت الباتري ديالها ما كيبقاش يشد لا شارج ولا بغيتي تشارجي خاص على الاقل واحد 7 السوايع فهمتيني دابا وفهمتي ماشي بخاتيك ماشي بحال هذه فوالا ولقيت اللي كتسكت لك مثلا كتسالي لا شارج وكتسكت لك خصك تسناي هاد الشارجه كتكوني انت بردتي كتكوني سخونه كتشقاي هاد الكابل ديالها راه طويل فهمتي 4 متر تبارك الله راه كافي راه تدوري بالدار دوري في الصالون ديري بالبيوت انا كنحولها حتى اللي عنده مثلا الطوموبيل مثلا عنده الكراج داك الشيء يقدر يدير غير دوبل بريز ويطوي بها الطوموبيل سي فغي حيت انا كنت قول قبيله كنقول الطوموبيل ولكن قلت انا من غيجيب الضو مي سي فغي يقدر يدير رالونج يدير رالونج صافي الكابل ديالها قلت لك غدا مسافر غدا نمشي لبلاصه ندير تقدري تدير معاها حيت صغيره صغيره ها انتم نوريكم لي تلك وري فين الكارطونه ديال اختي سهام هاي 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 يا هي فهمتي الصراحه بخاتك استعماليه ماشي تبارك الله حتى الموتور ديالها بالنسبه للناس اللي مثلا كيكونوا عيانين الناس اللي عندهم ناس باطل الكبار وداك الشيء وحيدوهم على قبل الثقال على قبل هذا تبارك الله عليك هادو صغار اللي بخاتك ديال ها انتم راه فيلتر كيف ما كيبان لكم بالمجان كتجي فيها 3 في 1 و600 واط دابا غادي نجيو لو بري الثمن ديالها بشحال غادي تبقى الثمن شحال 280 درهم واو يعني جات رخص دابا اللي سمع كيسمع 280 درهم لاسبيراتو كتجي كتقول او كيفاش دايره هاد لاسبيراتو 80 درهم هاي شتوها كتجي كتقول او لاسبيراتو كيديروا الثمن ولاسبيراتو وسبحان الله وصادقه الحمد لله انا الاولين اللي كان جاب خديت من الاولين والله الا الله يعمر لي هاد الدار الحمد لله فيهم نفس كاع دوك المودات اللي كنا دخلنا كلهم فيهم نفس الواط فوالا كلشي 600 واط ونفس الطريقه نفس الموتور ولكن ما كنقول السيرات كنقول الانسان خاص يعرف غير كيفاش باش يخدم وما كيبغيش قوه اليدين تعرفي كيفاش تخدمي بها تسالي منها تنطويات حطيها تخدمي شويه حبستي عاوتاني تخدمي شويه ما شاء الله عليك والحمد لله كاع السيدات كاع لي الدواء باقا عندهم ضربات اليوم العام العامين باقا الحمد لله باقا عندهم مزيان كيقول لك او 280 كيفاش كيدير هاد لاسبيراتور 280 غضرب لي السيمانه غتسكت لي ولكن لا
تقدر تاخذيها بالثمن وما تصدقش، تقدر تاخذها رخيصه وتصدق لك. شوف كي تقول لهم واحد الكلمه كتقول لك هذا الشيء كامل غير سخره ديال الله، غير شي حاجه اللي سخر فيها الله وصافي. والمعامله كيفاش تخدمي تماما، ما يبغيش قوت اليدين نعطيها هذا غير لك شي الا حافظتي عليها راه غتبقى لك. للاشاره لاسبيراتور السيدات اللي غادي يسولوني راه كاينين دابا متواجده في جميع الفروع ديال لو بافيون تور، غنخلي لكم ان شاء الله لي زادريس ديالهم في صندوق الوصف. 280 درهم بري بروموسيونيل، انا تقريبا كنظن الثمن ما غتلقاو حتى شي بلاصه اخرى، والحمد لله دابا باقي فيها لا كونتيتي، فالناس اللي بغاوها اما يجيو للمحل اولا الفروع كيف ما قلت لكم ديال لو بافيون تور اولا يكومونديوها، راه غتلقاوها في لو سيت. ما لقيتوهاش في لو سيت غدوزوها ديريكتومون في رقم استقبال الطلبات، كلشي كيبان لكم على الشاشه، والارسال كاين في كازا وفي جميع مدن المغرب. لاسبيراتور دابا غندوز لكم الاير فراير اولا القلايه الهوائيه، المحل ديال لو بافيون تور موفر لكم جوج ديال الشكل. عندنا الشكل الاول هذايا اللي فيه مجر واحد، واخا توري لهم اختي سهام ها هو، شوف كيفاش كيجي داير ما شاء الله، راه كتجي كبيبره كديري فيها كلشي الفريت الدجاج. ها انتما جبت الصفايه ديالها كيف ما كيبان لكم، فوالا لي ناغيت اللي كيدير فيها الكيك، كاين اللي كيدير فيها الخبز. صح براتيك هذه، حتى هي كنا حتى هي من الاساسيات هذه. دابا ولاو كياخذوا السيدات بزاف، السيدات بزاف بحالها بحال العجانه. واحد رجعني ليك البارح حتى هي قالت لي اختي لما كتعطيني المعلومات، قالت لي والله لقيتي كنفكرتي مع السته باش نطيب لاولادي، قالت لي ضروري خاصهم تلقايان يوميا باش يديو معاهم، قالت لي. دابا تهنات من ناحيه الوقت وحتى من ناحيه القلي، يعني الزيت كثيره. هذه كاين اللي ما كديرش فيها الزيت، كاين اللي كدير فيها عاشق. صافي دا على حساب، فوالا على حساب داكشي اللي غطيب، داكشي اللي غطيب فيها، فهمتي؟ اقتصاديه، ملي كتجي فين تفيق الصباح تلبس وليداتها داكشي كيطيب مع الوقت. حيت طاكتيل، حيت فيها البروغرام كيف ما كيبان لكم انتم، ديال اللحم، ديال الحوت، ديال الدجاج، ديال البيتزا، ديال الفريت، ديال الكيك، وديال الخضره. كيف ما قلت لكم كتجي كبيبره، فوالا 8 لتر 8 لتر، فوالا عاد نوريهم الاخرى. اتمنى غتكون تجي مناسبه، وحتى هما الارسال راه في كازا في جميع مدن المغرب. باقي فيها البرومو بالنسبه لهاد لا مارك هذه، فهمتي؟ راه كدير ديال الثمن شويه، وكاين حنا محاولين خلينا بنفس الثمن باش درنا النهار الاول. تبارك الله صراحه، فهمتي؟ براتيك راه فلوسها حلال ما تندميش عليها، هذه من الاستعماليات، هذه ضروري تكون عندك في الدار حاليا. دابا دابا بالنسبه للي عندها الوليدات، ولا كيبغوا القلي بزاف، بالنسبه للوليدات كيبغوا القلي. والله قلت لك واحد السيده جات عندي والله شحال حنا كندويو على هذا الاي فراي، وجات خداتها والله العظيم. تبارك الله عليك، دابا حيت الشتا دابا دايره ضجه، تبارك الله المحل دابا وفر لكم هذه، ووفر لكم هذه اللي كتجي فيها جوج مجوره، كتبغي طيبي مثلا، فوالا كتبغي طيبي جوج، كل حاجه بوحدها. تبارك الله، بحال دابا الدجاج هنا وهنا الفريت، هنا الناغيتس مثلا وهنا الفريت مثلا، ستيك، أي حاجة بغيتيها. عاود هذه غديري فيها وتبقاي تسني تيطيب وتعاودي ديري هذه. تماما. هذه كتستعمليهم بجوج دقة واحدة، وكيخدموا بجوج دقة واحدة. تبارك الله. ملي كتخدمي ملي كتبروغرام حسيت سواتني على هذا القديم، ملي كتبروغرام راه طيب من الفوق ومن التحت، كطيب لك الماكله كامله. تبارك الله. هذه غير الملاحظه واحد السيده سولتني حتى على البارح. مزيان نيت نقولوها. قالت لي عندي الايفرا، قالت لي واش ملي كتبروغرامي علاش ما بروغراميتيها اي حاجه درتيها كطيب لك من الفوق ومن التحت، كطيب كامله. تبارك الله. واخا فيها جوج مجرات، ماشي مثلا ملي كنخدموها كيخدم مجره والاخر كيخدم شويه ولا ما كيخدمش. كيخدموا بجوجهم. بحال بحال. كيف كيفيه كيما فيهش. تبارك الله عليك، حتى الديزاين اللي عجبني الديزاين. كتريقليها على حسب شنو بغيتي كطفر راسها، صافي ما كتخافي حتى شي حاجة. تبارك الله عليك، والديزاين كيف ما كيبان لكم ديزاين أنيق، كيجي مع كاع لي كويزين عادي، إلا كانت لا كويزين في لو كري ولا في هاد لا كولور هادي ولا كولور بوا كتجي كتحمر. الأثمنة ديالها كانوا غاليين، هنا كانوا ب 2000 درهم 2500 3000 حتى 4000 درهم باش كانت، دابا تبارك الله ملي ولات هاد المنافسة ولاو الاثمنه، وحتى الشركات كيديروا فوالا كيديروا اثمنه مناسبه. ما خديتيها ما تبقاش فيك كيف فلوسها حلال، فلوسها حلال واقتصاديه. تبارك الله عليك، كتعاونك على مثلا على الكوزينه، تبارك الله عليك، في بلاصه وهي كتريق لها كتي كدير خدمتها. تبارك الله عليك، ونفس لي بروغرام اللي كاينين هنايا راه كاينين هنايا، فوالا راه لا ميم مارك، سوكاني سوكاني. بس السيدات مثلا ملي كتحس كتقول كيفاش غندير لها، كنقول لك شنو باين فيها، كتخدمي كنتوما شوف ملي كديري البريز راه كيطلعوا لك لي توش فيهم داكشي باين بحال هكا. اي حاجه كليكيتي عليها راه كطلع لك البروغرام ديالها شحال ديال الوقت، مثلا درتي الفريت كيطلع لك مثلا 15 دقيقه، اي حاجه درتي كيطلع لك الوقت ديالها. ها انتم راه كيبان لكم يعني كطيب من الفوق ولتحت، ملي كتسالي 30 دقيقه مثلا على حسب الدجاجه، 30 دقيقه ونو اويل نيدد، يعني حتى الا ما تشدي فيها نقطه ديال الزيت ما كديريهاش فيها، على حسب داكشي اللي درتي فيها. شوفوا معايا كطيب لك الحلويات، كطيب لك اللحم، كطيب لك اللي خداوها كلشي. الناس الصراحه نشكرهم فهمتي، نفعاتهم بزاف بالنسبه للناس اللي كيديروا الريجيم، بالنسبه للولاد الصغار مثلا الصباح ليكو. تماما. الناس اللي خدامات فهمتي، انك تقدر دير فيها كلشي توجد فيها، تقدر مثلا توصي مثلا غير ولدها ولا تقول لها توصل لقيتها دير البريز. صافي ما كتجي فين تجي هي، صافي كتلقاها وجدات. تبارك الله عليك. بالنسبه للو بري الثمن ديالها، نبداو بعدا هذه اللي فيها مجر واحد. بالنسبه لي لي بري هذه ديري لها 850 درهم. 850 درهم يعني اثمنه كتبقى زوينه. ها وكنعطيو معاها واحد الكادو هذا البابي.
تبارك هذا شحال فيه من وحده؟ هذا فيه 50 بياسه تبارك الله. هذا كنا كنبيعوه بوحدو كنبيعوه ب 15 درهم. فوالا دابا غيمشي كادو مع الاير فراير. غيمشي كادو اللي خدا هاد الاير فراير هاد الكبيره كتمشي مع هاد تبارك الله عليك. الورق ديالها اللي كتستعمليه اما معاها اولا كتستعمليه في دي مول وحدين اخرين ديال الكيك ولا فوالا تبارك الله عليك. وبالنسبه لهذه اللي فيها جوج مجوره بالنسبه لهذه كيمشيو معها كيمشي مع هذا تا هو هذا تايف الكادو تايف تايف الكادو كيمشي مع هذا الصغير تبارك الله. واخا كتبان لك دايره انها راه كتجي في المول ها انتم شفتوا تبارك الله عليك. هذه تايف باش كتحافظي عليها يعني ما كتوسخش مثلا باش كتفهمتي بخاتي كتبقى لك نقيه مثلا بالنسبه لليده وبالنسبه للزيت كتبقى لك كتحيدي غير هذا البابو تقدري مثلا درتي شي حاجه لليدان تقدري تستعملي جوج مرات ثلاث المرات مثلا درتي شي اولا تستعملي بوحدو مع دي مول وحدين اخرين ممكن يمشي لك كادو هذا مع الاي فراير تبارك الله. في شي حاجه كتطلق لليدان ما كتستعملي ورا فهمتي تبارك الله راه فيها 50 بياسه راه تايف 50 بياسه تبارك الله غتعتدي لك. بالنسبه للثمن ديال الاير فراير هذه تاع جوج مجوره بالنسبه لهذه كدير 1100 درهم ها انتم هذه 1100 درهم وهذه 850 درهم وكيمشي معها كادو هاد البابي هذا ديال الاير فراير نيت 50 قطعة كل باكي سواء هذه سواء هذه 50 قطعة 50 قطعة الحجم ديالها هذه كيمشي معاك على حسب الحجم ديالها. قبل ما نكمل معكم في الجديد وفي الهميزات بغيت نوريكم هاد لابارتي هذه ها انتم من هنايا من غير هاد لي بونبونيا غدا ديجا الثمن ديالهم راه ثمن فوالا بروموسيونيل 40 درهم فقط ها نتوما كانوا ب 60 دابا ب 40 درهم وين من هنايا من هنايا باقى لا برومو ديال ناقص 20% جميع فروع لو بافيون تور. شوفوا اش كتلقاو فيها ها نتوما شوف كتلقاو فيها طبيسلات بحال هكا هذه راه كتستعمل بوحدها والحامل حتى تقدري تستعمليه بوحدو فوالا فبحال هاد لي بونبونيير وهادو ديال البابي هكا كيف ما كيبان لكم داك الشكل التقليدي زوين. شوفوا معايا حتى هاد الفراقات هادو باللوينات دو نيفو شوفوا معايا كلشي هادشي ناقص 20% بحال دابا مثلا هاد الفراقه بالسيبوره ديالها دايره 250 درهم ملي كتاخديها يعني كتديها لاكاس كتنقص لك اوتوماتيكمون 20% كتبقى لك 200 درهم 200 كتحيد 50 درهم واو شوفوا البنات وزوينه فيها جوج فهمتي تقدري تستعملها بالسيبور تقدري تستعملي الطباسل بوحدهم بلا سيبور تبارك الله عليك شتو فني صراحه زوينين وثلاثه الالوان نوار بوغي والاخضر الملكي عاطيين العين تبارك الله. اللي بغات تاخذها كادو ها نتوما كاين هادو حتى هما 205 دراهم حتى هما غتاخذهم ناقص 20% فيهم نتوما ثلاثه اللوينات 3 نيفو عندنا هاد الفراقه حتى هي هادشي اختي منى بقى عندنا فيه غير واحد الكميه محدوده فوالا راه ما فيهش بزاف السيده اللي عندها شي مناسبه اولا السيده فهمتي اللي بغات تعطي كادو عندك الحق غادي تحمر الوجه شوفوا 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 شحال ديال لي موديل ياك حتى لهنا فوالا حيت هادو كويسات هادو بوحدهم هانتوما من هنا حتى هما 75 درهم ملي كندولو لهم هذيك 20% كيبقاو ب 60 درهم تخيلوا معايا كيبقاو غير ب 60 درهم هادو البنات كيجيو فنين هادو بحال ايبون تبارك الله. المهم هاد لابارتي راه كتلقاوها في جميع فروع لو بافيون تورك هاد لابارتي كلها من هنا نعاود نذكر كلها حتى لهنايا ناقص 20% سارعوا اللي بغات تاخذ شي حاجه ليها اولا كادو هذه هي الفرصه. ايضا كاينه واحد لابرومو زوينه ورسالة لي اختي سهام في هادو الفريريقات هادو نعمرهم شي حاجه السعماء تبارك الله عليك ها انتم الا عقلتوا هذه كنت وريتها لكم من الجديد ديك المره اختي سهام انا كتعجبني حيت كتعرف تناسق ها انتم حطات لكم فيها هاد الفريريقات هادو كتقدري ديري فيها مثلا سرغينه البخور تنضيف هذاك الورد اللي كنني كنبيعو ليه ديال المجفف هذا اللي كيعطي الريحه ورد تقدري تا هو ديري فيها زوينه فهمتي هي كتستعملها لا ديكوراسيون البخور وحتى للتقديم مثلا كي قلتي مملحات لي دغاجي كتجي فنه الشوكولا دابا شنو هي لا برومو اللي فيهم نورمالمون شحال كيتباعوا نورمالمون كنا كنبيعوهم ب 13 درهم بياس 13 درهم لا بياس دابا شحال اللي غيبقى دابا ولاو 3 ب 25 درهم دابا درتي 3 اللي بغات تاخذ 3 ب 25 وتقدر تخلط ماشي مشكل هذا بحال هذا الموديل بغات هذا الشكل بحال سهيل فوالا 3 كيبقاو لكم ب 25 درهم ها انتم شوفوا الشكيلات اللي كاينين هنايا راه عندكم الارج شوا هنايا ها هي ها انتم راه كاتبينها 3 بياس 25 درهم كنهضروا على الصغار حيت فيهم حتى الكبار غير الاشاره نورمالمون هاد الكبار ثمن لا بيس 25 نتوما غتاخذوا ثلاثه صغار ب 25 درهم شفتوا هذه ميزه زوينه ونعاودوا نذكروا بالثمن ديال هاد الطبيسيل هذا اللي كيجي طالع هما بقاو عندنا فيهم غير شي كميه اللي كيبانوا بحال الزاج وهما غير بلاستيك بهذاك الرجيل هكا دوغي شحال غيبقى الثمن ديالهم 15 درهم 15 درهم واللي بلا رجيله 13 درهم فيهم الكاري وفيه الضير انا غنوريهم فوالا ها هما الشكيلات اللي كاينين كاملين ها انتوما هذه هي اللي بلا رجيله
فوالا كاينه هذه كيف ما كيبان لكم مستطيله، كتجي حتى هي الكيك، كتجي مثلا المسمنات، كتقدري ديري فيها بغرير، كتقدري ديري فيها اي حاجه، اولا بحال ان بتي بلاطو اللي تقدري تحطي فيه مثلا كيسان ديال الماء ولا ديال العصير، وهادو هما اللي بالرجيله. ها انتم شفتوا كتجي زوين، كتعطي منظر، شفتوا كيفاش كيجيو دايرين. واثمنه مناسبه، قلنا اللي بالرجيله 15 واللي بلا رجيله 13 درهم، واللي بلا رجيله 13 درهم، وعندكم لو شو ما بين جوج ديال لي ديزاين. دابا غنجي لكم لواحد لا برومو، هادي غتعجب بزاف ديال السيدات سورتو اللي كيبغيو ياخذوا باك كبير ديال الطباسل. ها هو حطاتهم لكم هنا اختي سهام، شوفوا معايا بدا الديزاين كيفاش كيجي داير الابيض مع الدوغي. شوفوا معايا الزواقه اللي كتكون عندنا مثلا في الزلج اللي كتكون في الطليمطات، شوفوا معايا كاينه في الطبيسلات. شوفوا كاين ثلاثه ديال لي طاي، كاين هذا اللي متوسط، كاين اللي بينو بين، حتى هذا ماشي صغير، ماشي انتما شوفوا ايديا، وهذا كاينين الكبار. دابا بغيت تقول لي شحال من قطعه تقريبا كاين؟ 36 قطعه. تخيلوا معايا 36 قطعه بهذا لو موديل هذا، شوفوا معايا 36 قطعه، هاكا تحطيه للضيوف زوين، هذا ينفعك تلبيس ديال الطبلة تماما، والديزاين ديالو باش عجبني ان دي موديل هذا ديما يبقى عندك. فوالا بشحال غيبقى الثمن ديالو؟ داكشي اللي كيكونوا عند لي تريطور وداكشي اللي كتجيو، برافو عليك، هادشي اش قلت لهم انا ان دي موديل. وبالنسبه لو بري ديالهم شحال كيبقاو؟ 36 قطعه. بالنسبه لي بري اصلا دابا درنا فيه واحد البرومو، بشحال كان هو؟ كان 1300 درهم. 1300 درهم باش كان؟ دابا شحال غيبقى؟ دابا 850 درهم. 850 درهم كتاخذي 36 اونسومبل، فهمتي؟ اونسومبل زوين انيق، تبارك الله عليك، فيه زواق زوينين، 36 طبسيل ما يطلعش لك في الراس، درتي مع الطباسل النواغ يجي مع، درتي مع الطباسل سامبل يجيو مع، فهمتي؟ بيضين كاملين، صفرين كاملين، كيف ما كانوا. حطه زوينه. ولا عجبني فيه القياسات، يعني عندنا هذا كيف ما قلت لكم متوسط ماشي صغير، كيجي هذا معاه، شوفوا معايا لاحظتوا، هذا نص نص. هذا كيف ما كيبان لكم كتجي الزواقه كلها دايره به، وهذا الحجم الكبير 36 قطعه من 1300 درهم، غيبقى لكم فقط غير 850 درهم. ودابا تحطلب بزاف ديال المتابعات اللي دائما فين ما كندير جوله في لو بافيون تور كيقول لي اختي منى الكوكوطات، اختي منى لي كوسكوسيير، اختي منى الكاسرونات. انا جيت هنايا لهاد لابارتي الخاصه كيف ما كيبان لكم بلي كوكوط لي كوسكوسيير والكاسرونات، وكاين حتى المقارج، شوفوا معايا تبارك الله كاين لارج شوا، وايضا كاينين حتى هاد الطحانات هادو فوالا، دخلوا قلتي لي بالاحجام كاملين فيهم كاع القياسات، كاينه من الرابعه صراحه الكيلو. ها انتم هذه هي ضروريه من الضروريات خاصها تكون عندك في الدار، حيت هذه عمليه صراحه كتهنيك كتهنيك، اي حاجه كطحنها على يديك تبارك الله عليك. وانا غنوريكم بدا لكم، انا بغيت نبدا لهم من المقارج، عجبني هذا الشكل هذا اللي كبير كيبرد القلب زوين. 5 لتر هذا فيه 5 لتر كيف ما كيبان لكم، كيجي بحال الكره. ها انتم الديزاين ديالو افي غرانيت من برا ومن الداخل. واش واخا تحلي لهم اختي سي نشوفوا غير واش اينوكس ولا اينوكس من الداخل، شفتوا يعني افي غرانيت غير من برا كيهز 5 لتر، كاين بجوج تلوينات شوف داكشي تعجبني، ماشي بحال تعمري وتعاودي هذا طيبين الماء مره وحده. هاد المقاد اللي ولاو دابا فهمتي كيديروا لك الديزاين مع الاكسسوار ديال الكوزين ديالك، تبارك الله عليك، فهمتي هادشي كاين اللي مثلا هادي باش عجبوني. ها انتم مثلا كاسرونات مثلا في هاد لاكولور والكوكوط، ها انتم ها المقرج ديالها فوالا، عندك في القهوي ها المقراج ديالها، كاين الابيض وكاين النواغ بيان سيغ في ديزاين واحد اخر. بالنسبه لهذا شحال الثمن ديالو؟ هذا كيديروا 150 درهم. 150، وعلى عندنا هذا لو موديل هذا كيصفر، هذا ديال الصفار، هذا فيه هدف هذا خواليت خدو تما حجم ديالنا تقريبا. شوف شوف كيفاش كيجي ديال الانوكس، هذا هو كيصفر دا ملي كيطيب كيعلمك كيغوت عليك ولا نسيتي كيفكرك تبارك الله عليك. ها انتم هذا شوفوا معايا العنبوب ديالو كيفاش كيجي دير، وهذا يعني هذا بحال بلو مودرن على هذا، شوف كيفاش كيجي فيه النواغ ولو بلو. خلي اليد ديالو فهمتي راه العافيه وداك الشيء راه ما كيتحرق ما والو، حيت اليد ديالو ديال العود فهمتي عادي راه كيف ما قلنا في لاسبيغاتور الحفاظ، اي شي حاجه الحفاظ الا حافظتي عليها. كنقول السيدات كيقولوا لي ما سمعنا الكرانيت، كنقول لهم شوف بحال كرانيت بحال الانوكس، حيت حنا صراحه انا اختي سيان ما يمكنش لك لا نتيني في المحل ولا لا انا، حيت حنا ماشي كنقول لكم حنا راه جربنا هذا محل كيبيع ويشري، يعني كل مره كيجيب سلعه، يعني حنا ما نقدر ما يمكنش نكونوا مجربين هذا الشيء اللي في المحل كامل، مستحيل. حتى المحافظه فوالا مثلا انت في الدار غتحتفظي، كاين واحد اخرى ما غتحتفظش، فهمتي هذا الشيء كيبغي سي فغي. نقدر مثلا انا ناخذ نفس المقراج انا غيبقى لي مده طويله، وحده مثلا غيبقى غير بلا 3 شهور غيخسر لها، حيت على التهلا تماما برافو عليك، تهلاي وكتنقي وواحد اخر ما عنده غرض تبارك الله عليك، بحال 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 الكرانيت غير كما كنقولوا غير خاص غير محافظه محافظه. هذا تا هو البنات من الداخل كيف ما كيبان لكم تا هو راه اينوكس، ها انتم
انا غادي نشوف عندكم لي ديتاي كاملين. وكيهز قلتي غير 3 لتر 3 لتر فوالا. شحال الثمن ديالو؟ 190 درهم. من المقارج غادي ندوز لكم الكاسرونات. شوفوا معايا اللوينات اللي كاينين حتى هما افي غرانيت. بغيتيه في البوردو كاين، بغيتيه في هاد لا كولور بيج زوينه حتى هي كريمي. كيجيو فيه خمسه ياك؟ خمسه ديال الكاسرونات كيف ما كيبان لكم. هانتوما كان فيها الكرينوار دقيقين غادي يعاود يجي. واللي بغات في الكرينوار غيتوفر حيت هو اللي كيمشي بزاف. وعاد عندنا اللي بغاتهم اينوكس، كاينين حتى اينوكس هما خمسه حتى هما كيمشيو فوالا. بالنسبه للي بري، بالنسبه للي بري ديال اينوكس كيمشيو ب 300 درهم. 300 درهم وهادو افي غرانيت 360 درهم 360 درهم. دابا اللي بغات تاخذ الطقم هانتوما شفتوا. دابا غادي نمشيو لي كوكو. شوفوا معايا هاد الموديل شحال كيجي زوين. هذا باش عجبني هنا افي غرانيت وعنده الغطاء ديالو اينوكس ومن الداخل اينوكس. الداخل غرانيت. واخا توريه ليا من الداخل. هادو تما كان هاد الفم خيط غير ما بقاوش، ولكن غادي يعاودو يجيو. شوفو شوفو من الداخل شتو رقيق لا حتى هي راه كيف ما كيف ما قلنا عاوتاني. دابا بالنسبه للغرانيت تحركي غير بالعود ولا بالسيليكون تماما. وما كاينش نحكو، ما كاينش نحكو بالجيكس لا هو لا هادو. هاد الشيء كيبغي غير ديك الحلفه اللي كتكون شويه فوالا، كتكون شويه رطيطبه، ما كتكونش دايره بزاف، ما كتكونش حرشه فوالا. غيبقى لك بحال هكا. نفس القضيه بالنسبه لكاسخول ونفس القضيه بالنسبه لكوكوط. وكيف ما قالت لكم اختي سهام تحركوا دائما بال 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 بدوك لي فورشيت ولا هذا، اما سيليكون اما خشب. بالنسبه لهذا الموديل عندنا فيها اللي فيها السداده عاليه، كاين عندنا هذا الموديل اللي فيها السداده بحال اوتوماتيك فهمتي، غير كتوركي بحال هكا كنوريكم فوالا وكتحل حتى هي. وريها لهم من الداخل اختي سهام حتى هي حتى هي فيها كاع القياسات. ها هي انا غنوريها لكم. شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره بارك الله عليك. كيف ما قالت لكم اختي سهام فيها كاع القياسات، يعني من شحال من اشنو؟ من 4 يترو حتى للستر. من 4 يترو كاين الخمسه كاين السته، كانت عندنا الثمانيه ما بقاش، كانت عندنا ثلاثه ما بقاش، ولكن غادي يجيو ان شاء الله. حيت ديما كتكوموندوهم كيسالي وكتعاودوا تجيبوهم فوالا. دابا راهي استعماليا ديال اليوم فهمتي، ضروري السيده كتكون عندها جوج كوطات في الدار خاصك. بارك الله عليك. صغيره مثلا 4 يترو ديال اليومي والكبيره عندك واحده كبيره ديال 6 متر ديال الضياف فاش عندك شي حد زايد. تبارك الله عليك. ما هانتوما راه متوفرين. وبالنسبه للاثمنه ابتداء بحال دابا هذه ديال 6 لتر شحال دايره؟ 650 ما بيناتهمش الفرق بزاف. ديال 5 لتر 600 درهم ودير 4 560. وبالنسبه لهذه اللي عندها 150 درهم السداده ديالها عاديه هانتوما حتى هي غرانيت واينوكس. القياسات غير ما بقاوش غادي يجيو فوالا. وغيجيو لي تشيم الالوان، غادي فيها الكرونا غيجي فيها البيج وهاد الكرينوار. يعني حتى البيج كاينه اللي بغات تاخذها بحال كانت عندنا غادي غيجيو غيدخلوا ان شاء الله. تبارك الله عليك. وهذه راه 6 اترو الثمن ديالها 550 درهم. وبالنسبه اللي بغاوهم اينوكس لا مارك لوكسوس كيف ما كيبان لكم، عندنا شحال من قياس؟ عندنا ديال 8 لتر، عندنا ديال 8 لتر، خذ ديال 6 لتر، خذ ديال 4 لتر، اختي ديال 3 لتر خير ما بقاش هي ناقصات. حيت الاغلبيه كما قلت لك دابا اللي كياخذوا الكوكوط مثلا كتاخذ صغير كتقول لك ديال يومي، ولا مثلا كتبغي تصيفط مثلا شي عند شي وليد كيقرا في شي بلاصه برا هذه، ضروري كتاخذ وحده صغيره اما 3 اما 4 ديال كل نهار، وكضروري كتاخذ الكبيره ديال 8 لتر. هذيك الله يعطيك مثلا بحال هكا الضياف هما زوين. هاد الموديل هادو تما زوين انا واخده منهم فهمتي زوينين. شوفوا كيفاش كتجي دايره سهله في هذه ماشي فيها السجاده سهله. ها انتوما هاد السفيفره ديالها كتسبحها ياك معاها لاصقه فيها مثلا كتبغي تحليها غير كتميناتها كتنفس تبارك الله. مع المده واحد 3 ايام 4 ايام فيلطاج كتحيديها فيلطاج كتسيت كتطيطوي وتعاود ترجعها تبارك الله. ماشي ما كتخافي مننا المهم ردوا البال هاد النصائح اللي كتقول لكم اختي سيان. ما تخافي مننا تهز لا زعما تقول السفره كتفرقع على شي حاجه الله يستر فهمتي، كتبقى السفره راسيه ما كتوضرش ليك. هذه هي اللي عجبتني انايا كتبغي كتحليها غير كتميناتها بحال هكا. والحمد لله كاع السيدات اللي خداو والله الا شكروا عليا كتبارك كيما قلت لكم غير خدمت لك الصغيره وجاو داو الكبيره. المهم هذه راه لا مارك لوكسوس كيف ما قلت لكم، وكاين هادو لا مارك 15 حتى هي ماركه زوينه نفس لا مارك فهمتي زعما بخاتيك غير في السده زعما يقول لك زعما السده مع المده بحال بحال شي حاجه ياك بحال هذه بحال هذه بحال بحال السده راه كتسد ملي كتزي راه كتسد ما كتنفس ما حتى شي حاجه تبارك الله عليك. بخاتيك صراحه زوين انا مجرباهم. بالنسبه لهذه ديال 8 لتر الثمن ديالها 750 6 لتر 680 و 4 لتر 650. وبالنسبه لي كوسكوسيغ كيف ما كيبان لكم كاين هادو لي افي غرانيت، كاين هادو لي نص غرانيت ونص اينوكس، وكاين هادو لي كلهم اينوكس. غنجيو مباشره للاثمنه. بالنسبه للاينوكس عندنا ديال 12 لتر وعندنا ديال 8 وعندنا ديال 6. الاثمنه ديال 12 شحال دايره؟ 310 درهم. اها ديال 8 250 ديال 6 230 230. وبالنسبه لهادو اللي نص 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 غرانيت ونص اينوكس هادو ديال 6 لتر كدير 390 وديال 8 لتر كدير 450 450. وكان هذا الموديل هذا كانت عندنا فيه 12 لتر كبيره انا باقا عاقله عليها. وكانت عندنا ديال 15 لتر
تبارك كاين اللي الله. كيبغي يغسل كي تكون تبارك كيكون عنده المناسبه لان كيتجمع عنده تهي كتكون داكشي تهي كانت عندنا غير ما بقاتش غادي تعاودي ان شاء الله تبارك الله عليك. غنجيو دابا لهادو الافيك غانيت باش هاد الكسكسيير باش مزيانين كتستعمليها كسكسيه وكتستعمليها الطنجره حيت فيها الغطاء الفوقاني كتستعمل كماغنيت. كان عندنا واحد السير كنا كنبيعوه بحال هكا طنجره عقلت عليه عقلت عليه كان داز الزمن برومو هادشي باش زوينه كتستعمليها كسكسيه منطقة استعملت نجا تبارك الله عليك. شتو المات كيفاش كتجي دايره حتى هما ديال تركيا فهمتي تقريبا انتوما البنات فيهم ثلاثه ديال القياسات قلنا 310 250 و 230 درهم وبالنسبه لهادو اللي نص نص قلنا 6 ايترو 390 و 8 ايترو 450. دابا غادي نجيو هادو ديال الكغانيت هادو اللي عندي انا شخصيا خديتهم شحال هادي مدخل من برا وهادو اللي قلنا فيهم القفال تبارك الله عليك. وتا هي نفس القضيه راه ممكن انا هادشي اللي كندير بعض المرات كتستعملها حتى كتنجره سورتو هذه الصغيره كتجي كتحمق غديري شي لاصو غديري شي حريره او مثلا غديري شي مريقه ولا شي حاجه تلحوس مثلا عندك شي دجاجه هذاك مثلا دابا هذه الكبيره غتهز لك مثلا جوج دجاجات حيت انا مثلا كنطيب فيها رفيسه تجي زوينه ما كنديرش رفيسه في الكوكوط كنديرها فيها وكنسد عليها حيت عندها الغطا ديالها تبارك الله عليك. والمسمن راه كتفوري ايوا غديري الكوكوط وديري البرمه هذه راه كتخرق كتقوم بالدور ديال ديالهم بجوج. بالنسبه لهذه ديال 12 ايترو شحال دايره؟ هذه ديال 12 كدير 450 درهم 8 ايترو 420 6 ايترو كدير 350 درهم تبارك الله عليك. وغالي الاشاره هذه اللي في الكري راه كاينه بوردو ديالها شتو اللي بغات تاخذها طقمها نتوما ها راه كسكسيه حطها ودرتها فوالا باش تاخذوا راه كاين اللوينات كاملين بالنسبه للموديل هذا كيكونوا فيهم اللون كيكون كما قلنا بحال الكوكوطات مثلا الكريسي اللي كتبغي دير السيريك الطقم هادشي اش بغيت نصورهم لهم كي اللي كتبغي الطقم دير برماد دي كاسرون دي مقراش فهمتي كدير سيري في الكوزينه على حساب كما قلنا دابا هادشي ولا دابا الكرانيت ولا على حساب الكوزينات تبارك الله عليك على حساب اللون اللي عندك على حساب اللون اللي عندك فهمتي تاخدي سيري كامل فوالا. وبالنسبه للطحانات كيف ما كيبان لكم دابا المحل راه متوفرين فيه الاحجام كامل يعني خمسه ديال الاحجام قلنا من الرابعه حتى الكيلو. غادي نجيو للاثمنه الرابعه شحال داير الثمن ديالها 330 درهم بالنسبه ل 250 غرام 550 350 غرام 650 500 غرام 900 والكيلو 1100 1100 ودائما زيدوا دائما زيدوا بحال دابا راه كيلو راه كطحن لكم كيلو ربع حتى الكيلو ونص تبارك الله عليك. ديال نص كيلو ديال نص كيلو كتهز كيلو لاروي حاجه كطحنها عليك انا راه ماما كانت خدات الصغيره وما قنعاتهاش ورجعات خدات الكبيره كاع ما تندميش على عاود كتبقى تمشي عند العطار وديك الماكينه ما كتعرفهاش شنو فيها وهذه دابا قلتي اي حاجه كتشريها طيح لك على البال كطحن لك كلشي السلو الزميطه مثلا دوك العشوب دابا ديال الحساسيه اللي كيبغيو مثلا يقنوا من الناس الحنه كلشي كنا جبنا راه درنا فيها ديموستاسيون لان درنا زلافه ولات بودر وطحناها ولات بودر ودرنا سكنجبير حب خالتي بحال عند العطاره تبارك الله عليك. والاسمنه كتبقى جد مناسبه وكتاخذوا شي حاجه ماركه مزيانه. وقبل ما ندوز لكم لهاد لابارتي هادي اللي فيها القريعات دابا الموسم ديال قرب الموسم ديال زيت الزيتون والسيدات اللي كيبغيو يرقدوا مثلا الحامض وايضا حتى الزيتون غندير لكم واحد الجوله هنا فيهم. بغيت نوريكم هاد الفيطات هادو عجبني واحد لو بتي باك هكا كيجيو فيه خمسه ديال الفيطات انتوما كيجيو على هاد الشكل هذا نوريكم نيت الحجم ديالهم. هادو عجبوني لا كويزين وعجبوني حتى بالنسبه لي بيبي شتو اللي بغات اللي كتوجد دابا مثلا زوين صراحه بنت الناس كتصيفطيهم مثلا معاهم فوالا ها الباكي هذه مثلا فيها خمسه وكل مره تصيفطي كتصيفطي وحده ملي كتوصل كيجيبها كتعاود تصيفطي مع وحده اخرى عرفتي عجبتني كتنشف ما فيهمش الغبره تماما ورقيقه وغازي كيف ما قالت لكم اختي سام ما فيهاش الغبره وفيهم اللوينات ها انتم خمسه ديال اللوينات كيف ما كيبان لكم باك بحال هكا ها انتم ها هما شوفوا معايا كاين هادو مزوقين هانتوما هادو دابا بالنسبه ليا انا 100% كويزين الكوزينه هادو عده استعمالات فوالا الوليدات كي قلت لكم اللي عندها لي بيبي هكا كتبغي تمسح ليه بزاف تديها معاك مثلا في حقيبه الولاده تنفعك زوينين حتى مثلا الغبره وداك الشيء فهمتي زوينين فوالا في التنظيف نظيف تبارك الله عليك. وبالنسبه للثمن واش بحال 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 هادو بحال هادو 13 درهم هانتوما بحال هادو الباكي فيه خمسه بحال هادو خمسه اثنين ديال القطن ما فهمتي ما هانتوما بحال هادو ما فيهم لا خمنه لا حتى شي حاجه الغبره تبارك الله عليك. هانتوما الناس يبغوا يديروا كابتشور ديكرون هاد الشيء ممكن تطلبوه عبر رقم استقبال الطلبات راه كيبان لكم على الشاشه كتجمعي لا كوموند كامله وكتواصلي مع رقم استقبال الطلبات وما تبقى من لي زارتيكل راه كتلقاهم في لو سيت راه لو سيت حتى هو كيبان لكم على الشاشه اولا ممكن تطلبوه حتى من لاباج انستغرام. المهم هانتوما الثمن ديالهم معاهم ذكرت 13 درهم 13 درهم خمسه ديال لي زارتيكل تبارك الله عليك. غنوريكم ايضا حتى هادو عاودوا رجعوا
تقلتوا عليهم تبداو من الناس بزاف كاع الناس صراحه داهم السيدات استعملهم اغلبيه بحال كالميناج على قبل كيف كنا قلنا لك خطا على قبل نسيت عندهم حساسيه السيدات اللي عندهم مشكل وهضرنا على نيت على قبل التصوير فوالا من الاحسن مثلا السيده اللي كيكون عندها البروده مثلا في يديها او صباعها كيضروها ولا يدها كيضروها هادو راه ينفعوكم هما نورمالمون دي ديال لو فو ديال ديال الفران ولكن السيدات اللي كتقهرهم البروده في يديهم كيغسلوا الماء عند شوفي شوفوا كيفاش كيجيو من الداخل شوف كتجي مقطنه يعني ممكن انا كتغسلي بها الماء عند ويديداتو كيبقاو سخان ما غاديكش معندكش زعما تقولي زعما في الغسيل فهمتي عادي بقاتك دابا انا ما كنحمش اللي قالت الشقه بهم ولكن جاتني عادي حيت هي ما لاصقه مم معرضه ما كتشنقش لك على يدك ما مزموتش ما كتحسيش بيدك مزموته ولا كتحسي بيدك كتاكل زعما حساسيه ولا شي حاجه تبارك الله عليك حسي براسك عادي فهمتي المهم انا قلت لكم لا حتى شي حاجه هذه استوس للناس اللي عندهم البروده والله الا غتنفعهم هذه بزاف بزاف هذه اللي فيها التصبيعات كاين اللي ما فيهاش التصبيعات باش قلت لكم هي نورمالمون راه لو فور يعني بغيتي تجبدي شي حاجه سخونه من الفران كتستعمليها ها نتوما هادي الفران 100% هادي انا بالنسبه لي فيها الصبيعات غتنفعك الميناج بزاف وغلاض ماشي شي حاجه اللي غتقطع عليك غتشقيبه جوج ثلاثه اربعه ثم غتقطع كناخذو كناخذو رخصه فوالا شي بغيت نقول لك دريا كيتقطع هذيك كما قلتي هذه مقطنه ما تدخل لك ما شوف ما حتى شي حاجه ما كتحسي بحال ما دايره والو تبارك الله عليك وفيها اللوينات فيها لي كولور زوينين ها نتوما الغوز الغوز بونبون الغوج الموف البلو تبارك الله والثمن حتى كيبقاو 70 درهم بحال 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 محدوده ما تبقاش عندنا يلاه عاودنا المهم الناس اللي بغاو مسالوا انا قلت لكم انا راه كتحل لكم حتى مشكل صحي يعني الناس اللي عندهم البروده هذه غتنفعهم بزاف 40 درهم 40 درهم والسيدات اللي كانوا كيتسناو لي فوليفغ ها هو جا اريفاج واحد اخر موديلات جديده وغير الاشاره هاد لي بابيون هاد ديو هذا ها هما راه جا فيهم ستوك واحد اخر السيدات اللي بغاوهم شحال نعاود نذكر بالثمن ديالهم 45 درهم كيجي ديو شوف راه ما كيتهرسوش بلاستيك تقدري تغسليهم اي حاجه والدو غير تيجيك مع اي فراش اي في ما درتيهم كيجيو زوينين ولكن عرفتي كيفاش جاو مع هاد لي فوليف كيحمقوا مع لي فوليف شوف عندنا كريستيان ديور عندنا اف سان لوران كارتييه الارميس هذا ديال العود نوار بحال هكا عندنا شانيل اختي بغيت نعطيك واحد الملاحظه انا جربتها غير مع درت لك درت داك النفقه دوبل فاس ونسقتهم في الحال تبارك الله عليك هي فكره جديده ثاني باش نشوف كيفاش غادي تجي دايره شوف وتجي زعما سقات درتها هنا بزاف ودرتها هنا في الجنيبات ولصقتها بحال هكا اللي بغات ديرها مثلا تشري مثلا ربعه ولا حتى في الصالون حتى في السيجور تجي واعره عرفتي عطات واحد المنظر زوين تبارك الله عليك كانت افكار معسيه درتي انا في البوطه ديال المدامه تبارك الله عليك تما درت ثلاثه جاو فني جاو زوينين المهم ها هي فكره جديده ثاني سورتو انا ثمنهم جد مناسب هناك 45 كانوا ب 60 درهم 45 درهم هادو كنهضروا على لي بابيون وبالنسبه لي ليفغ عندنا لي مويا وعندنا الكبار ياك دابا عندنا غير حجم واحد دابا اللي كاين عندنا حيت هذا الكبير هادو بقى كاين هذا الكبير بقاو فيه غير شي ثلاث المودات وكان غادي يجي غادي يجي ذكروا الثمن ديالو شحال كبير 80 درهم 80 وهذا المويا هذا ها انتم شوفوا الموديلات اللي فيه كيبقى لكم ب 60 درهم شوفوا معايا لي موديل اللي متوفرين فيه شوفوا الفيرزاتشي ها نتوما الارميس كيف ما كيبان لكم هنايا الصغير الكوتشي شوفوا معايا الشانيل كلهم كيبقاو لكم بالثمن ديال 60 درهم وهنايا هذوما القراعات اللي قلت لكم شوفوا معايا قول لي يا ربي يجي غير الزيت نوجدوا لي القراعي يا ربي يجي زيت العود شوفوا معايا القراعات اللي كاينين وغنقول لكم بعدا هذه عجبني الثمن ديالها قلتي شحال فيها من لتر هذه؟ فيها 5 لتر 5 لتر بشحال؟ 40 درهم 40 درهم وكنعرفوا حنا زيت الزيتون إلا خليتوها في الزاج كتبقى محافظة على الجهد ديالها من الأحسن فوالا غير كتغطيوه هذاك الزاج كتعاودوا تغلفوه شوفوا معايا كاين ديال التخوالي تخ كاين ديال 5 لتر ها انتم المهم ديال 5 لتر 40 درهم وديال التخوالي تخ 35 درهم 35 درهم حتى هي كتزير وبليديده ديالها هذه ديال 3 لتر وهذه ديال جوج يطرو 18 كاين هذا الموديل هذا حتى هما هذوك هادو بالنسبه لي الترقاد الترقاد حتى الزيت ما تقدرش تمشي الزيت فهمتي شوفوا معايا كاين ديال 25 كاين ديال 30 ديال 40 هذه هي ستيك لا هي ب 40 درهم ها هي 5 يطرو مثلا ديروها للزيتون ولا الحامض مصير 40 درهم فقط وكنهضر هذا الشيء كلشي زاج كاين هذه ديال 8 يطرو حتى هي وهذه 8 يطرو ما شاء الله كبيره 65 درهم ها انتم حتى اللي بغاو مثلا يجيبوا زيت الزيتون مثلا يجيبوها في الجاج ها انتم البنات الثمن كتبقى جد مناسبه واحد السيده قالت لي هذه خضره خداتهم قلت شنو غدير فيهم قالت لي درت فيهم سله
برافو عليها. قالت لي خمشي كتبقى احسن من احسن من ديال البلاستيك، حيت حنا كنديرو غير ديال البلاستيك صراحه. دي فكره زوينه. اشنو درتي فيهم؟ قالت لي درت فيهم السله. باش تعرفوا حنا كنستافدوا منكم، كنستافدوا من التجارب ديال المتابعات. ما شاء الله عليكم. يوميا بقيتي تشاركي معنا، بقيتي تشاركي معنا داك الشيء ديال اللي كيقول لك المتابعات، بقيتي تشاركي معنا في الفيديو. هما كيستافدوا منه وحنا كنستافدوا منهم، كيعجبك شوف شحال زوينين. هادو عجبوني. هادو نوريكم شوفوا كيفاش كيجي ديري. شوف شحال زوين. ولا مثلا حدا البوطه مثلا، انا مثلا بغيت نبدل هادو اثمنه مناسبه 10 دراهم، 10 دراهم البنات. ديري وحده زيت الروميه وحده زيت البلديه. صافي تحطيها في البوطاجي ولا تحطيها في الطبله. كاين هادو لي تخون سبارو كيبينو، كاين هادو حتى هما. شوفوا معايا كاين هاد الموديل، شوفوا معايا دا 5 دراهم البنات. ها انتم انا غنبعد باش يبان لكم الحجم ديالو. شوفوا السداده كي دايره، 5 دراهم فقط. شوفوا هادو 13 اللي كبر منهم. بغيتي المغلوق، بغيتي هذه اللي كتبين 13 5 دراهم. وما نقدرش نبين لكم كلشي، انتم راه كاين تبارك الله لارج شو. وغادي نختم لكم بهاد لابارتي ديال 5 دراهم. حاليا ما فيهاش الجديد، مي غادي نذكر بلي برودوي اللي متوفرين فيها. بيان سور دائما الطقم اللي كيعجبني دائما ديال 6 ديال الفراشات، 6 ديال المعالق كبار و6 ديال المعالق صغار، كيبقاو دائما ب 5 دراهم. لي 6 6 كيبقاو ب 5 دراهم. هاد البورتكليات هادو شوفوا معايا شحال فنين. شوفوا جات فيهم كميه اخرى باللوينات كيف ما كيبان لكم، كيبقاو بخمسة دراهم. صابون طبيعي وصابون ديال الريحه كيف ما بغيتي، كل ثلاثه كيبقاو بخمسة ديال الدراهم. عندنا هنايا كيف ما كيبان لكم ها انتم هادو، شوفوا معايا الباكي 5 دراهم. فوالا هذا اللي قالت لي قبيله اختي سهام، كيبانوش بلاستيك بحال كيبان بحال البديع. قلتي لي كيجيو بحال الميلامين. ميلامين هادو الكبار والصغار. شوفوا 5 دراهم فقط. خرجات كلشي لباس اللي كول. شوفوا تبارك الله عليك. شوفوا معايا هادو تا هما كيبقاو ب 5 دراهم لابيز. عندنا هاد الشيته هادي 5 دراهم. شوفوا معايا البنات نوريكم هادو ديال الكلاص 5 دراهم. ماشي نوريهم هاد الكويس، هذا قالت لي اختي سهام قبل تصور قالت لي ديال اللبن. شوفوا معايا 5 ديال الدراهم فقط. ديال الخمه تما كانوا صغار، عاودنا جبناهم ثاني. هادو نعاودو نقرو الثمن ديالهم 30 درهم. 30 درهم هادو ديال الخمله. فين هاد الموديل هادي اللي فيها الشيء تا هو فين هاد؟ شوف هذا فيه جوج، الاخر فيه ثلاثه. فيهم ثلاثه 20. تبارك الله عليك. هادو تا هما هادو تا هما مقصر اللي قطع عليهم بحال الكميه محدوده. هادو خذوهم 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 الرحمه ديال سيدي ربي. هادو هاد لي ساشي هادو ديال التخزين بصراحه كاع سيدات اللي داهم الصراحه داهم وعاودوا شوفوا. عرفتي كتولي عندك المنطه اللي كتكون قد هكا، كتولي قد هكا. واش الناس اللي ما عندهمش لي سباس، اللي ما عندهمش لي رونج، ما عندهمش اتساع نفعوهم. تبارك الله. نعاودوا نذكروا بالثمن الكبيره. كاين ديال 15 درهم كبيره، وكاينه الصغيره ديال 13 درهم. والصغيره 13 درهم فوالا. ونكمل معكم هنايا ها انتم، ندير لكم غير جوله خفيفه. ها انتم لي بروسادو 5 دراهم، عندنا دوك لي ساشي ديال التجميد 9 ب 5 دراهم. ها انتم هاد لابارتي كلشي. المهم اي حاجه شفتوها معايا هنايا باش ما نطولش عليكم اي حاجه. هاد لي بواط عاودوا جاوا، هادو ديال تركيا باللوينات 5 دراهم لا بياس حتى هما. شوفوا معايا هاد الجفيفات كيف ما كيبان لكم 5 دراهم. هاد المنظمات اللي كتشوفوا معايا هنا كاملين هادشي كلشي 5 ديال الدراهم. كاين الهميزات ها انتم، شوفوا الشبيكات ولي بلاطو منظمات عاوتاني، هادشي كلشي 5 دراهم. تاخذ داكشي اللي مهم، داكشي ضروري. هادشي كلشي كينفع، كلشي هادشي كينفع. من هاد لي طورشون كيف ما كيبان لكم، لي سيت دو طابل، صفايات هادو شوفوا معايا الشطيطيبات ياك حتى هما 5 دراهم. كلشي هادشي ها انتم 5 دراهم. الرولوات العجيبين هادو اللي كنديروهم في لي تيغوار وفي لي بلاكار. هاد لابارتي كلها 5 درهم. وحاجه اخرى هاد الورود المجففه والبارفيمي فيهم الرويحه زوينه حتى هما 5 دراهم. ها انتم عندنا هادي ديال ستروبيري، عندنا ديال ليمون، عندنا هاد الفايوليت هادي حتى هي نوع ديال الازهار كيف ما كيبان لكم، عندنا الروز كيف ما كيبان لكم ريحه الورد. ها انتم هادو الرويحات اللي متوفرين فيهم كلهم كيبقاو ب 5 ديال الدراهم فقط. وهنا متابعي القناه غنكون وصلنا لنهايه لا فيديو، كنتمنى تكون عجباتكم. فيديو خفيفه ظريفه، حاولنا نذكركم بالجديد سورتو الصاغ ديال لا فيديو اللي هي لاسبيراتور اللي جربتها لكم اختي سهام، اللي كنبغي نشكرها بزاف بزاف. شكرا اختي سهام وتبارك الله عليك. الناس اللي بغاوها يكفي فقط اما يجيو للمحل اولا انهم يتواصلوا معهم اما على لو سيت اولا على رقم استقبال الطلبات، راه الارسال في كازا وفي جميع مدن المغرب، لان ثمنها جد مناسب فقط غير 280 درهم. وريتكم هكا بعض الجديد ولي برومو اللي كيوفر لكم لو بافيون تورك هذا الاسبوع. بالنسبه للطريق ديال الفرع ديال الحسن العلوي اللي كنصور لكم فيه انا دابا غتلقاوه في الاخر ديال لا فيديو، والفروع الاخرى كامله غادي تلقاوها مصوره في صندوق الوصف. كنشكركم على حسن المتابعه، غادي نقول لكم بسلامة، نتلاقاكم إن شاء الله في فيديو جديد. ف...
فالمره اللي فاتت كنت وريتكم الطريق من درت لكم بوان دو روبير اللي هو المول ديال تاشفين سنتر. دابا غادي ندير لكم الطريق من المحطه ديال ولاد زيان اولا طريق ولاد زيان. كيف ما كتشوفوا معايا كنجيه من لوطوروت فوالا. هاد البلاصه كلها هذه اللي دخلت معها انا كتسمى طريق ولاد زيان، كنبقاو غاديين معاها غير طول، يعني هذه طريق اخرى غير تبعوا معايا الطريق وغادي توصلوا ان شاء الله حتى المحل. وبالنسبه للطريق الاخرى فغنخلي لكم الفيديو الاول اللي درت معهم في صندوق الوصف، ممكن انكم تشوفوا الطريق الاخرى اللي من جهه المول ديال تاشفين سنتر. فوالا هذه المحطه ديال ولاد زيان شفتوا كنخليوها على ايدنا اليسر، هنا كندوزوا من الفوق يعني ما كندوزوش من التونيل، كندوزوا من الفوق شفتوا كيف ما كيبان لكم هنا في السهم. هذه هي طريق ولاد زيان كيف ما كيبان لكم. فوالا كتبقاو غاديين غير طول شادين اليمن، يعني حتى الناس اللي ماشي من كازا وتبعوا لا فيديو غادي تجيهم طريق سهله. بافيون تورك كاين حتى على الجوجل ماب وعلى الويز، ممكن تدخلوا بافيون تورك وغادي يديكم حتى لقدام المحل. هانتوما كتبقاو غاديين غير بحال هكا طول، تلقاو بيم كيف ما كتشوفوا معايا، راه هي اسواق السلام فين دايره انا صبيعه، هذيك اسواق السلام وكتدوروا على ايدكم اليمن صافي. يعني هنايا اعتبروا راسكم انكم وصلتوا، حيت كتبقاو غاديين غير طول، ما كدوروا لا اليمن لا اليسر، كتبقاو غاديين غير طول 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 طول. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو شارع حسن العلوي. بيان سور كيف ما كيكون المحل كيدير الارسال في مدينه الدار البيضاء وكيرسل ايضا اي حاجه عجبتكم جميع مدن المغرب. هانتوما هاي القهوه سميتها ريد، اوتوماتيكمون كتلقاو المحل على ايدكم اليسر هو هذا بافيون تورك، لو بافيون تورك.